طب مين رد عن السعوديه بقى؟ رد بجد احلام المصري تطوع، مش تطوع قوي يعني، يعني حاول على يرد بدل من الاعلام السعودي الشقيق على موضوع جمال خاشقجي. يا ترى يا ترى الاعلام المصري العتيق، قصدي العريق، قصدي المركوب، يعني قال ايه؟ بقول المؤامره على السعوديه الايام دي على اشدها، وموضوع روجيني في مصر بيكرر تاني في تركيا، لكن مع الصحفي السعودي اللي اسمه جمال. احنا شايفين ان قنوات الاخوان والجزيره مع بعض التحرير الغربي والامريكي بتعمل كماشة على السعوديه، وانا بطالب الشعب السعودي لازم تقف جنب حكامك، لازم تعرف حجم المؤامره اللي بتحاك ضدك. الشعب المصري عمل اللي عليه مع وطنه، وانتوا مش اقل، بالعكس ده انتوا كمان بلد الخير، بلد الرحمه، ده انتوا المسلمين كلها ممكن تهب، بس مش السعوديه. ده انتوا فيكوا يعني الحرم المكي والحرم النبوي، يعني ده امه لا اله الا الله. ده الملك سلمان لو اعلن الجهاد على تركيا هيجول المسلمين من قلب افريقيا، مش من قلب بس القاهره. صحفي حقير ملوش اي قيمه. ده جايبين يعني درجه 7 يرد بعد عن قذاره الرد وكده والهبل. انما في واحد تاني قال لك ده ارهابي. طالبان وافغانستان وفاكرين المجاهدين الافغان وفاكرين غلب الدين حكمت يار واحمد شاه مسعود، فاكرين هذه المرحله اللي كان احمد منصور موجود معاهم، وفاكرين هذه المرحله اللي اتربى فيها عبد النعيم ابو الفتوح. فاكرين الصوره اللي قدامي دي؟ مين اللي في النص ده؟ مين 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 هذا الشخص ده؟ مين اهو ده اللي شايل ار بي جي؟ مين ده؟ جمال خاشقجي. فاحنا ساعتها قلنا لحضرتك ان هو كان جمال خاشقجي بيعمل حوار، جبنا لك الحوار، بل جبنا اكتر من كده ان الملك سلمان ربنا يشفيه كان ساعتها امير الرياض، كان بيعمل مؤتمر للم التبرعات للمجاهدين بن لادن والمجاهدين اللي بيحاربوا المجاهدين الافغان اللي بيحاربوا السوفييت. صح؟ صح. ملك سلمان كان بيلم التبرعات، جبناها لك حضرتك، كانت نادرة جدا برضو، زي الحاجات النادرة جدا، كان بيلم التبرعات شخصيا، وكان بيسيطر على الصندوق، وبغض النظر عن إرهابي، كان في جملة استخدمتها وقت خالد سعيد الله يرحمه، فقلت إيه؟ فكنت بقول للناس على الهوا، بقول لهم يا جماعة فلنفترض جدلا إن كل اللي بيقولوا عن خالد سعيد صحيح. وان خالد سعيد الله يرحمه كان فيه وبتاع ومدمن وكان بيتاجر وكل الكلام ده، يموت بالطريقه دي ليه؟ يموت بالطريقه دي ليه؟ بسيطه يعني. فافترضنا ان جمال خاشقجي ارهابي، يموت بالطريقه دي ليه؟ تصدقت هذه الروايه. انما للاسف الشديد خدمه الاقذار بتخليك لا يمكن تخدم اقدار واوساخ وتبقى خدام اقدار واوساخ وتروح سليم. مش ممكن كل حاجه، كل شغلانه بيلتصق منك حاجه. اللي شغال في السمك لازم يروح هدومه زفره ويستحمى وبتاع، ودي حاجه ما تعبوش. واللي بيسلك البلاعات ربنا يعز قدركم بيبقى وضعه صعب جدا ولازم يستحمى وكده وبتاع. فبالك لما تخدم خدام اقدر من في الامه. فطبيعي.